الصراحة. هذا مجمل ما تم تنفيذه لكنيسة مارت شموني، إضافة إلى شراء دار بمبلغ لا يستهان به لخدمات الكنيسة ومصالحها. وكانت اللقاءات في هذا المجال مع الأستاذ رابي سركيس أغاجان مامندو، الذي فتح صدره وقلبه لكل من قصده في هذه الأمور ومصالح الكنائس والأديرة في العراق. هذا الرجل الذي تميز بالإيمان وتميز بالتواضع وتميز بالأخلاق العالية، وما هذا نراه إلا من خلال لقاءاتنا ومقابلتنا له. بالبداية وبرعاية نيافة الحبر الجليل مارطي ماثاوس موسى الشماني راعي أبرشية دير مارمتا، وبجهود الأب القس عبد الله إسحاق راعي كنيسة مارتي شموني للسريان الأرثوذكس في بعشيقة، وبدعم متواصل من الأستاذ سركيس آغاجان تم إقامة هذا المشروع الروحي المتمثل بإصدار العدد الأول من مجلة الصخرة، حيث قال الرب يسوع المسيح لبطرس: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فقد باشر وقام
كادر أسرة المجلة وبجهود الخيرين بكتابة وتقديم المواضيع، ونحن مستعدون في إيصال كلمة الروح القدس إلى جميع المؤمنين في جميع أنحاء العالم. وطموحنا هو النجاح والتقدم في هذه المجلة. طبعا نتقدم بشكرنا الجزيل إلى الأستاذ سيركيس آغاجان على دعمه المتواصل لنا من خلال مد العون لكل المسيحيين في أنحاء العراق. ونتقدم له بكلمات المحبة والمودة الدائمة. آمين. كنيسة مارزاكاي في قرية ميرجي. قرية ميرجي هي إحدى القرى المسيحية، تقع تحت سفع جبل مقلوب، وهي تابعة إلى أبرشية دير مرمتة العامرة. طبعا الخدمات اللي جاءت إلى القرية دعما من رابي سركيس يكون مشكور عليها، ومنها ترميم الكنيسة من الداخل والخارج، وأيضا بناء دار للكاهن وبناء مدرسة تعليم مسيحي في القرية، ومشروع نقل الطلبة، وأيضا هناك حاليا مشروع بناء مقبرة تابعة إلى الكنيسة. وإحنا من أعماق القلب نشكر الأستاذ سركيس على هذه الجهود الجبارة، ونتمنى من الرب أنه يحفظه لخدمة الكنيسة وجميع المسيحيين
وجميع العراقيين بشكل عام، ونتمنى له الموفقية في عمله، والرب يبارك. اسمي ديار بشار. استاذ انا طالب الصف الخامس. استاذ سركيس عملنا مدرسي نتعلم بها السرياني، ونشكره كثير، ونحن نحبه، وقدمت حياتي له. احنا نشكر استاذ سركيس اغا جان على هالمبادرات والايضاح اللي يقدم لنا، وهالجهود المبذوله من تجاهه من قبله. نحن نشكره. عمم كنيستنا كنيسه مارزاكاي، وبنى بيت للكاهن ابونا قس زاكا، ونحن نشكره على هالمبادرة الحلوة وهالشيء الكفوء. فنتمنى الله يعينه ويقويه على أن دائماً
ينظر إلى هل مثل ما ينظر وعيش وساعد كثير مهددين ومنكوبين ومهاجرين عاونهم، والله يكون في عونه والله يقويه ويستره، ونحن دائما نشكره وممنونين، وعسى على الأكثر والأفضل بعد يعمل أكثر، ونحن ممنونين من عنده. لك من شعبنا المسيحي سلام، العريقة قومياته ككل الأقوام، جمعت شعبا شتت شمله منذ عقود من الزمان وأعوام، مبارك أبا المكرمات بظلالها تتباهى الأيام، جئت أستاذ سركيس مثقلا بمؤسساتنا التي كانت ركام، والعوز والفاقة حدث بلا حرج في صدور شعبنا سهام، جئت لتبني البيوت المطهرة بعد أن مر عليها مرور الكرام، هي شيدت منذ آلاف السنين وعاصرت كل نظام، قدمت كما الجئ المعزي بعد أن كانت لنا أحلام، شعبنا المسيحي يتباهى بك يا متواضعا وديعا كالحمام، حفظك يسوع من كل مكروه لخدمة شعبك ودينك على الدوام، والدين والشعب ممتن لك، فامضي قدما لتنير لنا الظلام، كنا في غير عالم والآن صار لنا من يجلس مع الحكام، آخيت شعبا قد تشتت شمله على طول الدهر كان في خصام، أنت أبا للمكرمات وحكمة أتيت النور لنا بعد ظلام، فسر بنا يا سيل القداسة وصفك تحار به الأقلام. Thank you.
أخني داك يخسميخي قرية خاصة كلا كمشي دخلة شمه قرية الفاف. قرية الفاف يثيالة نسبة إلى جبل الفاف دي لأخا مقابلا وقرامز إلى آلاف يعني بالسرياني آلاف الرهبان دمسكني له. قرية الفاف قرية يعني وسط لها لرا ربثة ولازرتا متكونة من 48 وحدة سكنية، كل وحدة سكنية عبارة عن 96 متر مربع. طبعا قرية عصرية لا حديثة لا، يبا شوارع وبداثية لها كهرباء إن شاء الله ومولدات وكلهن خدمات مستفدي من الناشي. الوحدة السكنية متكونة من غرفتين نوم واستقبال، استقبال باش يعني بحدود 30 متر مربع وغرف نوم بحدود 20 متر مربع، بالإضافة إلى مطبخ وحمام ومشتملاته. طبعا مروا عيلا بتصميم داني بيثواثة أنه تاي بيثواثة قروية عبارة عن درج خارجي ومساحات مفتوحة بصرين على مود ناشي دادي منطقة المستفدي من هذا التصميم بعمل اخر وتايبن تخلقيهم فرص عمل ودوك خليثه. قريه طبعا موقعه كاثي مباشره بعد قريه ميرقي، بعد ما تعبر قريه ميرقي بحدود 4 كيلوات زين على يمين الشارع وقبل قريه مغاره دمنج زخله مقامه شهر تقريبا زين. ان شاء الله من المتوقع يعني انجاز هذه قرية خلال 3 أشهر، وطبعا تاريخ المباشرة كيو 1/6 بآذي شاتا 2006، وإن شاء الله يعني بخزيتون قرية وبدجبالهون إن شاء الله. وبهذه مناسبة طبعا لازم ما استغلق أي مناسبة وأي فرصة الشكرخ رابي سركيز جزيل الشكر لهذه قرية خليثة، لأن فعلا قرية نموذج ده قرية سكنية عصرية فيدا كل الناشي وبخدمة لين. شكر خاص جدا وألا مقويلي وألا عيني وألا حافظ لي إن شاء الله ده خدمة جماعة سوراي وآمين.